واخر طلب لي هو انه الجميع يدخل، عفاكم حاولوا تدخلوا كاملين لهاد القناة. انا ما بغيتش انكم تبارطاجيو لي هاد الفيديو، ولا تبارطاجيو القناة ديالي، ولا بارطاجيو هاد السيد. انا ما بغيت منكم لا لايك لا حتى حاجة، بارطاجيو لهاد السيد، يعني مشيو دخلوا لهاد السيد، حاولوا تشتركوا مع هاد السيد، حاولوا تعاونوا ولا تواصلوا مع هاد السيد، حاولوا تواسيوه ولا تساندوه ولا تفرجوا في الفيديوهات ديال هاد السيد، ماشي ديالي انا، لا تفرجوا في هاد السيد. انا بغيتكم غير تدعموا هاد السيد، انا ما كنقولش يعملوا لي لايك ولا يعملوا جيم ولا ما تعملوا لي حتى حاجه، غير هاد السيد ما كرهش يكون حتى هو عنده مدخول قار، ما يوقفش على شي حد، حتى هو يكون عنده فلوس، حتى هو يكون مقيد براسو، حتى هو تكون عنده قناه، رغم انه في واحد الحاله اللي صراحه لا حول ولا قوه الا بالله. هذا ما نقول، الله يشافيك يا اخي، يا اخي عبد الحي. السلام عليكم الاخوان، اتمنى ان تكونوا بخير. في هذا الفيديو بغينا نهضروا على واحد الحاله الانسانيه، واحد الصديق ديالنا الاسم ديالو عبد الحي، الوافي عبد الحي، اللي كيسكن في اقليم قرسيف، نواحي قرسيف. اوكي، هاد السيد محتاج المساعده ديالكم، محتاج المسانده ديالكم، محتاج للدعم ديالكم. اقول واحد السيد اللي صراحه في امس الحاجه الينا جميعا، اي واحد يقدر يعمل الخير فيه، اي واحد بامكانه انه يعمل الخير، اي واحد مهما كان على وجه الكره الارضيه يقدر يعمل الخير. كاينين طرق بزاف باش تعمل الخير. هاد السيد دابا مؤخرا ملي لقى ما كيعاونو حد، ملي لقى كما كيقول هو يعني بلسانه البيبان كاملين تشدوا، ويبقى الباب ديال الله سبحانه وتعالى هو اللي كيفتح البيبان، هو بيده مفاتيح كل شيء، كيطلب منكم المسانده. المسانده هي كيفاش كتكون؟ واحد المسانده هو ان هذا السيد جا عمل قناه، فتح قناه، قال لك هو كيسمع الناس كيربحوا فلوس في الانترنت الى اخره، قال بلاتي حتى انا نفتح قناه ديالي ونبقى باش ما نمشيش الناس نقول لهم اسعى ولا اعطيني ولا، هو ما كيرضاش يمشي للانسان يقول له اعطيني، رغم انه يستاهل، رغم انه بامكانه انه يقولها، حيتاش هو معاني. واحد السيد اللي غتشوفوا الصوره ديالو، ونحط لكم النمره هنايا، غتشوفوا النمره اللي بغى يتواصل معاه، سواء يواسي سواء يهضر معاه، سواء بالمناسبه هو ما قاريش، هو غير كيسمع الاوديوهات فقط، يتواصل معك غير بالاوديو، او لا تقدر مكالمه مثلا يهضر معك. المسانده ولا المساعده كيفاش غتكون؟ اذا كنت انت يعني في واحد الحاله، يعني ما عندكش فلوس، ما يسرش عليك الله، ما تقدرش تصدق، عندك الويفي، تقدر انك تعاونو بالمشاهده، يعني تشوف له الفيديوهات ديالو. ما قدرتيش بالمشاهده، ما عندكش كونيكسيون، دعي معاه. عندك فلوس، سهل عليك الله، بغيت تصيفط له شي حاجه، تواصل معاه، هو هي النمره ديالو، تواصل معاه، تقدر تصيفط له شي حاجه في الباري، تقدر تصيفط له، المهم بيناتكم قدرتي تصيفط له شي تعبئه، شي حاجه بيناتكم، يعني تواصل معاه. اي حاجه فعل الخير، يعني كاين طرق بزاف باش تعمل الخير، ماشي بالضروره انك تكون حداه، ولا تقدر دابا الحمد لله بهاد وسائل التواصل الاجتماعي سهلت علينا، يعني كونيكسيو سهل، دابا كل شيء كيبان قريب، اللي مسهل عليه الله بغى يصيفط له شي بركه ولا شي حاجه، ها النمره يتواصل معاه. واللي بغى يساندو بالمشاهده مرحبا، يعني اضعف الايمان، يعني احنا شنو غنقدموا ليه؟ يعني اضعف الايمان هو التشجيع، هو انه نعاونوه بالمشاهده كذا، باش على الله الانسان يتخلص من القناه ديالو ان شاء الله. يعني اللي ان شاء الله تحاول تعاونو، يعني كما كيقول على لسانه هو، غير يشري شي حويجات وصافي، يعني يعاون بها راسو باش ما يبقاش يتسنى الاخر يعطف عليه، ولا يتسنى الاخر يعطيه، ولا يعني تكون عنده واحد القناه مدره عليه، يعني يكون عنده واحد المدخول قار ولو كان بسيط، ولو غير 2000 درهم 1000 درهم، يعني انسان غير يساير الشؤون ديالو الخاصه. اذا هذا السيد بصراحه في امس الحاجه لنا، كيطالبنا اننا نساندوه، اننا نوقفوا بجنبه، اننا يعني بواحد الطريقه بسيطه، انت كتفرج تفاهات، كتفرج المشاهير، كتفرج لما لا بعض المرات تطلق له الفيديو ولا جوج في النهار مثلا، كتجي تطلق له فيديو، خليه الاشهرات تدوس الى اخره باش هو يستفاد من داك الشيء. هذه خطوه اولى. اذا كان سهل عليك الله، بغيتي انك تصدق، بغيتي عندك شي حويجات بغيتي تصيفطهم له، يعني كتشوف انهم مناسبين ليه، او لا بغيتي تصيفط له فلوس
في البريد، بغيتي تصيفط له تعبئه، بغيتي تصيفط له يعني تعاونه. فهاد السيد ما عندوش شي كونيكسيون، يعني غير كيعمر وصافي كونيكسيون، كيعمل يعني ما عندوش شي الويفي شي حاجه، هو في واحد الباديه يعني منعزله، ما عندهمش ديك التواصل الاجتماعي، عنده واحد المشق ماشي، ما عندهمش التواصل الاجتماعي، ما عندوش الهاتف، يعني هاتف باسمه كما يقال، يعني ماشي الهاتف زعما تليفون معوض، عنده واحد المشقف وصافي كما يقول هو على لسانه، حيتاش انا كنتواصل معاه دائما على تواصل. كيقول انه خصو يبدل الهاتف، خصو يشري بزاف ديال الحاجات بالنسبه باش تكون القناه ديالو مزيانه، باش يعمل لنا الصوت يكون صافي، باش زائد ما كاينش اللي كيصوروا، راه بعض المرات كيلقى اللي كيصوروا، بعض المرات ما كيلقاش اللي غيصوروا. دابا وساعه هو ما كرهش يعمل بزاف ديال الفيديوهات ويبقى دايما ينشر في اليوتيوب، ولكن ما عندوش اللي غيصوروا، وصراحه هو يحتاج المسانده ديالنا، اقوله واكررها، غير تشوفوا الحاله ديالو وغادي تحكموا. انا نخليكم الصور، بعض الصور بعض الفيديوهات ان شاء الله، وغادي تحكموا. وهذا ما كان، الله يعاونه، الله يسهل عليه، نطلب الله السلامه. الحمد لله، شوف من اللي غتشوفوا هذا السيد، الحمد لله، الحمد لله على الصحه، على النعمه ديال الصحه، راه الصحه هي كل شيء، راه اذا مشات الصحه والله ما يعقل عليك شي واحد. فالصحه هي كل شيء، الصحه انسان يتهلا في الصحه ديالو، يتهلا في والديه، وربي كبير، ربي كبير، ربي يفرجها عليه، ربي يعاونه. هذا ما نقول، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.